راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. ويحضر بحث يتطور الأستاذ أنيس الغني منسق مركز البحوث والدراسات البديلة وميسر لنوادي المواطنة، باش نحكيوا أكثر على موضوع حصتنا لليوم، العنف الجنسي المسلط على الطفل. مرحبا سي أنيس. أسلم، مرحبا، ومرحبا بكل مستمعي كاب اف ام. نحن باش نفهموا أكثر سي أنيس، العنف الجنسي المسلط على الطفل، العنف الجنسي هو استغلال شخص لشخص آخر لغاية جنسية باستخدام القوة ولا التهديد ولا التودد ولا التخويف ولا الابتزاز. سي أنيس، لو كنا نتعمق أكثر في الموضوع، احنا عرفنا اش معناها عنف جنسي مسلط على الطفل، لو كنت انت تزيد تفسر لنا أكثر اش معناها عنف جنسي. باهي، يعطيك الصحة ومرحبا بيك. مرحبا وشكرا على الاستضافة للكاب اف ام. انت يعطيك الصحة، تو انت عرفت العنف الجنسي بصفة عامة، واحنا باش نحاولوا نركزوا على العنف الجنسي المسلط على الطفل اللي هو هذايا موضوع بالنسبة لنا احنا في مجتمعنا التونسي خاصة، الرو اللي مازال موضوع مسكوت عنه شوية، مسكوت عنه، ومازال ما تناولناش بالطريقة اللي يلزم يكون، خاصة الأثار متاعو على الأطفال أثار كبيرة ياسر، وتدوم بالصغرى لين يكبر، ويبقى ديما الشوك يبقى موجود ديما. نظرة المجتمع نحن سيانيس تخلينا نتنسيه ولا نتغاضوا على باش نطرحوا الموضوع هذايا هكا ولا؟ صحيح صحيح. باش نحاولوا نتناولوا الموضوع من الزاوية اللي نجم يكون أقرب للناس، مش نخليوه عبارة على درس في قسم، لا، مش نحاولوا نبسطوا ونتناولوا النقاط الكبيرة اللي تنجم تهم كل عائلة تونسية، يعني في إطار باش ننصحوا هنا نحن الأولياء باش كيفاش يستحفظوا على صغارهم هكا ولا؟ صحيح، يعطيك الصحة. ولهنا فما الأسئلة اللي باش يدور عليها الحوار متاعنا الكل، اللي هو شكون هذا المتحرش؟ وين تم عملية التحرش؟ وكيفاش وشنو الحلول؟ وكيفاش نجموا نقيوا صغارنا؟ وكيفاش نجموا نمنعوا صغارنا من الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة التحرش؟ راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.